دعوة للتقييم وإبداء الرأي وجهها عمرو سلامة مخرج الفيلم المصري الشيخ جاكسون على حساباته على مواقع التواصل، حيث أرفق صفحة الفيلم على موقعي IMDb وروتن توميتوز المتخصصين بتقييم الأفلام، وطالب من شاهد الفيلم بتقييمه أيا كان رأيه. الفيلم من بطولة ماجد الكدواني وأحمد الفيشاوي وبسمة وأمينة خليل، ويذكر أن الفيلم طرح في سبتمبر الماضي وبلغت إيراداته نحو 7 ملايين جنيه وفقا لليوم السابع. دعوة المخرج المصري عمرو سلامة لمشاهدي فيلمه بتقييمه على مواقع عالمية أمر مفهوم، خاصة وأن هذه المواقع تشهد إقبالا كبيرا من أهل الصنعة ومن المشاهدين، بل إن البعض أصبح لا يشاهد فيلما أو مسلسلا إلا بعد الاطلاع على تقييمه. نحن في تصويت اليوم أردنا قياس نسبة من يفعلون ذلك عبر السؤال: هل تلجأ إلى المواقع المتخصصة بتقييم الأفلام والمسلسلات قبل مشاهدتها؟ نتائج التصويت حتى اللحظة جاءت متقاربة جدا، 51% قالوا إنهم يلجؤون إلى المواقع المتخصصة بتقييم المسلسلات والأفلام قبل مشاهدتها، أما 49% فلا يفعلون ذلك. وكما تشاهدون فهذه النتائج حتى اللحظة، ولكن تصويتنا مستمر ويمكنكم المشاركة فيها عبر حساب البرنامج على تويتر. نصف المصوتين يعتمدون على المواقع المتخصصة في معرفة تقييم الأفلام والمسلسلات، فهل هذه المواقع تعكس فعليا نجاح أو فشل فيلم ما؟ وما هي المعايير المستخدمة في التقييم؟ هذا ما سنتعرف عليه وأكثر من الرياض، حيث ينضم إلينا الناشط السعودي على مواقع التواصل في مجال السينما والمسلسلات اليوتيوبر عزيز الزامل. أهلا فيك معنا يا عزيز. بشكل عام أنت هل تشعر أنه هذه الثقافة منتشرة، اللي هي ثقافة أن أنا أدخل مثلا على IMDb أبحث عن تقييم فيلم أو مسلسل أو حتى أكتب تقييم؟ أول شيء السلام عليكم أخت سارة، أنا سعيد جدا بحضوري معكم اليوم. أعتقد بأنه المفهوم هذا قاعد يتغير عند كثير من الشباب السعودي حاليا، وفي ظل الانتشار للقراءة عن الأفلام قبل متابعتها في العالم العربي، أعتقد حنا خطينا خطوة كبيرة الآن مستقبلا ومستمرين في هذا المجال إلين يعني ما تنتشر الثقافة هذه بشكل كبير، اللي هي ثقافة القراءة عن الفيلم قبل مشاهدته وتستمتع في الكتابة عنه بالإضافة إلى القراءة أو المتابعة نفسها، مثل ثقافة مثلا متابعة المباريات أو متابعة التحليل للمباريات بعد متابعة المباراة نفسها. أي صحيح. كمتابع أنت ومهتم بهذا المجال، هل تعتقد أنه هذه المواقع مثلا التقييم فيها يعكس فعليا نجاح أو فشل الفيلم؟ إذا دخلت IMDb ولا Rotten Tomatoes هل فعلا لازم أثق في التقييم؟ في نوعين من التقييم، نوع يقيم الجماهير ونوع تقييم النقاد اللي هم عندهم المعايير المتخصصة في النقد تقريبا، فحسب المشاهد حسب الأشياء اللي يفضلها. بعض المشاهدين يفضل الصوت الجماعي أو صوت الجمهور بحيث أنه يشوف وش الفيلم اللي عليه الهبة أو الهايب الكبير والعالي ويبدأ يتفرجها إذا كان تقييم الجماهير لها عالي، وفي ناس تحرص على تقييم النقاد بشكل أكبر بحيث أنه يشوف وش الأفلام مثلا في السنة اللي تحمل معايير نقدية جميلة وتحمل رسالة هادفة فيتابع عن طريق مراجعة النقاد نفسهم. بس تشعر مثلا أنه أكثر الأفلام اللي تقييمها عالي، هل تشعر أنه فعلا هي تستاهل هذا التقييم؟ أعتقد بكل تأكيد، إلى أني أختلف يعني في بعضها، ممكن مثلا The Shawshank Redemption اللي يحتل المركز الأول في قائمة IMDb في أفضل 250 فيلم، ممكن أختلف في كون الفيلم هذا هو أفضل فيلم في تاريخ السينما إلى اليوم أو لا، وما أعتقد إذا كان فيه مسمى لأفضل فيلم في تاريخ السينما حتى، لكن للأسف الفن لابد أنه يحصر في قوائم أحيانا، فالمعايير النقدية هذه لابد أنها تكون موجودة سواء في فن السينما أو في كل فن آخر يقدم. فوصلنا إلى المرحلة هذه، لكن هل المفهوم بأنه النقد نفسه يؤثر على الفيلم وينجح أو لا؟ أعتقد هذا السؤال يجاوب عليه مايكل كيتون في فيلم بيردمان، الفيلم اللي فايز في أوسكار 2015، لما كان يتكلم في الفيلم نفسه وينتقد واحد من النقاد في واحد من المشاهد الفيلم، يقول بأنكم أنتم في خطة قلم من الممكن أنكم تقللون من أرباحنا وتقللون من جهدنا اللي بذلناه علشان نصنع هذا الفيلم. ففي داخل الفيلم نفسه ينتقد النقاد على الشيء اللي قاعدين يسوونه خارج السينما لما يطلعون من الأفلام. طيب يعني إذا نحن نقدر نقول الآن أنه فعليا هذا موضوع النقد أصبح جدا مهم حتى بالنسبة زي ما أنت ذكرت لصناع السينما، وإحنا زي الآن بنشوف على نتفليكس وأبل TV بيحطوا تقييم هذه المواقع، يعني أصبح شيء واقعي في الحياة يعني.
اي لانه في كثير من الناس ما عنده وقت في انه يستكشف الافلام، ويغضب بشكل كبير اذا تابع فيلم ساعه من يومه اللي من اصل 24 ساعه وضاع الوقت بانه شاف فيلم يعني سيء او لا يستحق المشاهده. ففي هذه تعتبر تقريبا زي التسهيل او الفلتره بالنسبه له، اذا كان يثق في ناقد معين او يثق في راي جمهور بشكل عام يتفرج الفيلم الاعلى تقييما تقريبا. طب ليش ما في مواقع عربيه زي كذا يا عزيز، يعني مثلا باللغه العربيه، او مثلا مهتمه بجمع النقد عن الافلام حتى العربية، يعني مش بالضرورة الأفلام الأجنبية؟ في مواقع الشباب السعوديين يعني كانت لهم تقريبا مواقع ولهم بصمات في عالم السينما والنقد بشكل عام أكثر من 10 سنوات تقريبا. موقع بس النقد فردي هذا من 3 أعتقد. النقد فردي يا عزيز. إيه لأن بتكلم على مواقع زي تقييم الأفلام والمسلسلات. اي فيه تقييم الافلام والمسلسلات، نعم موجوده لكنها ما هي بالكثره اللي احنا نعتقدها، لكن ما زال هذا الشيء جديد علينا لابد ان نتعرف عليه وننتظر الى انه ينتشر بشكل كبير. يعني ايش في مواقع مثلا موجوده ممكن الواحد يراجعها؟ والله في اليوم السابع موقع مشهور جدا، كان فيه شباك التذاكر السعودي، وكان فيه موقع شاشة الغربية اللي أنا أسسته. تستمر الكتابة سواء في اي بس ما يدخل الناس يقدروا يقيموا صح؟ في تقييم للجماهير، في تطبيقات بعد تحرص على تقديم هذا الشيء. العرب الآن بدأوا يتوجهون إلى تطبيقات كثيرة مثلا لتر بوكس، يسمح للمشاهد العادي نفسه بأنه يبدأ من الصفر في الكتابة عن رأيه، ويسمح للجماهير في أنهم يتابعون رأيه، وإذا أعجبوا فيه بدون يتابعونه وإلى آخره فيتقون في رأيه. يعني جميل، نحن بنشكرك على إطلاعنا على هذا العالم، وكان معنا من الرياض الناشط السعودي على مواقع التواصل في مجال السينما والمسلسلات اليوتيوبر السعودي عزيز الزامل.